أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤية، والبداية بالعناوين. مجزرة جديدة بجباليا، والمقاومة تشتبك مع الاحتلال بعدة محاور في اليوم 57 من العدوان على غزة. الخارجية الجزائرية تفند أخبارا كاذبة بشأن مالي عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الرياضة، بن ناصر يعود إلى قائمة ميلان المعنية بمواجهة فروسي نوني بعد غياب دام 7 أشهر. أهلا بكم من جديد. في اليوم 57 من الحرب على غزة، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال القطاع أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني. بينما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 15,207 شهداء. ميدانيا، أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها تل أبيب وأسدود وغلاف غزة. في أخبار الوطن، فندت المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مالي المنسوبة للوزارة من خلال بيان زائف باسمها، وقالت هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا تعدو عن كونها مجرد تلاعب. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التفنيد جاء ليندد بهذا التجاوز وليعلم بأن وزارة الخارجية لا تتواصل أبداً عبر الفيسبوك أو أي شبكة تواصل اجتماعي أخرى لدى أدائها لمهمتها الإعلامية. باشر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم السبت زيارته لمقر ولاية الجزائر العاصمة، وأوضح بيان الوزارة أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول واقع الاستثمار ومدى وفرة العقار الاقتصادي بالولاية، وكذا رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروعاً مع فتح 15,000 منصب شغل، بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية. في موضوع آخر، أكد وزير الاتصال محمد العقاب اليوم السبت خلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة فكرية حول الإعلام والتحديات الراهنة، وذلك في إطار الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة. أكد الوزير أن مصالحه أنهت تجسيد ما تبقى من التزامات الرئيس تبون بخصوص قطاع الإعلام. وكشف الوزير عن استحضار شهادة تقديرية للريادة الإعلامية تخصص للمؤسسات الإعلامية، وكذا شهادة التميز الإعلامي تخص الصحفيين الذين تميزت أعمالهم. في أخبار الرياضة، ترسمت عودة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى قائمة ناديه ميلان المعنية بمواجهة فروسي نوني برسم الجولة 16 من السيري آ، ويعود آخر ظهور للاعب الخضر مع روزونيري إلى يوم 11 من ماي الماضي، وبالضبط في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الغريم إنتر ميلان، وتعرض يومها لإصابة خطيرة على مستوى الركبة. ومن دون شك فإن عودة بن ناصر في هذا التوقيت بالذات تعتبر خطوة مهمة للخضر قبل 45 يوماً عن انطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.